مستحقة بكسوة العيد، وللغاية انتقلت إلى هوامش تارودانت جمعية بلجيكية مغربية قدمت لنحو 800 طفل ملابس العيد. كان هناك صديق بن زينة يونس الحبشاوي. قرية تينوينين بنواحي تارودانت خرجت ساكنتها التي تقدر ب2000 نسمة لاستقبال المبادرين إلى العمل الإنساني التضامني. فاعلون من جمعية بوجتا كونسيونس البلجيكية يوزعون ملابس العيد على أطفال حوالي 250 أسرة معوزة. جمعية بوجتا كونسيونس جمعية تامونت على هذه المبادرة لعنا بهذ الحوايج اللي خاصنا في هذا العيد، هذا العيد الفطر. حنا مساكين، حنا ما عندنا والو، حنا فرحين بزاف بزاف بهذا الشيء اللي كيعطيو لينا. ملابس العيد للصغار والكبار ألبست القرية الغارقة في عزلتها وفقرها حلة تضامنية إنسانية جميلة، هي ثمرة عمل تشاركي جمعوي توسع ليشمل مبادرات أخرى تشجع على تمدرس الطفل القروي. ما نقوم به اليوم هو توزيع ملابس العيد على الصغار والكبار حتى نمكنهم من الإحساس بفرحة عيد الفطر. كنحاولوا ما امكن في كل عزله على العالم القروي بهذه العمليات الاجتماعيه، وهذه العمليه الاجتماعيه كتشمل يعني تقريبا 250 اسره كتستفد من هذا يعني ملابس العيد. وتشمل العملية أيضا توزيع أكثر من 200 محفظة مجهزة بأدوات المدرسية وكذا كراسي متحركة لفائدة الأشخاص المعاقين حركيا، بالإضافة إلى مواد وتجهيزات شبه طبية.